للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمية. دكتور برحب بحضرتك. أهلا بك يا فندم. دكتور، تحياتي للسادة المشاهدين. تحياتي لحضرتك. تعليق حضرتك إيه على هذه المبادرة، مسألة إحلال وتبديل السيارات، ومدى الاستفادة من قبل المواطن برأيك تحديدا من استخدام السيارات التي تعمل بالغاز؟ الحقيقة المبادرة بتستهدف تحقيق عوائد مباشرة لمصلحة المواطنين. في مقدمتها هناك برامج للتمويل بتسهيلات متعددة متاحة للمواطنين. أيضا هناك برامج للتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية. تستهدف المبادرة تطوير البنية الأساسية اللازمة. تستهدف تغيير السيارات الملاكي المتقادمة بأخرى جديدة تماما من أحدث الطرازات، تعمل بطاقة الغاز منخفضة التكلفة. تستهدف تسهيلات تمويلية وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل. تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم. الحقيقة المبادرة أطلقتها الدولة وفق دراسات علمية معمقة ومتكاملة لضمان عوامل النجاح بتوفير كل مكونات البنية الأساسية لخدمة المبادرة، سواء من طاقة الغاز الطبيعي أو شبكة محطات تموين السيارات للغاز على مستوى الجمهورية أو مراكز الخدمة والصيانة، فضلا عن آليات التمويل الميسرة. الحقيقة تتكاتف جميع الوزارات المعنية بالحكومة في تقديم كافة الخدمات لإنجاح المبادرة. يعني عندنا حوالي 8 وزارات: التجارة والصناعة، المالية، الإنتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل بالتعاون مع البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع. فده كله. طب دكتور، خليني أسأل حضرتك من خلال خبرتك طبعا في هذا المجال بشكل عام، بعيدا عن هذه المبادرة وما تقوم به الدولة لتشجيع وتحفيز المواطنين ان هم يعني يركبوا عربيات تعمل بغاز، هل تنصح بهذا الأمر؟ تنصح في الفترة القادمة انه المواطنين او الناس يمكن تبدل او تبتدي تركب عربيات تعمل بغاز؟ وهل هذا الأمر مختلف بشكل جذري عن السيارات التي تعمل بالبنزين؟ الحقيقة أنا أنصح الجميع، كل من استطاع أن يحول سيارته من الوقود البترول السائل إلى استخدام الغاز الطبيعي يقدم سريعا على ذلك. لأنه أول ميزة من مميزات التحول إلى الغاز الطبيعي ميزة اقتصادية جوهرية، هي أن ثمن وقوده، ثمن الغاز الطبيعي كوقود أرخص إلى النصف من المنتجات البترولية. هنا في توفير تقريبا نصف التكاليف الوقود بيوفرها المواطن. حاجة تانية، في مزايا تشغيلية، لأن الغاز الطبيعي سهل الاستخدام جدا في إطار نظم الأمان المتبعة، وكفاءته في التشغيل محسنة لمحرك التيارة السيارة. كمان في نظافة أكبر في التشغيل والصيانة، ده فضلا عن أن هناك يعني مزايا مباشرة في تحسين البيئة، لأن الغاز الطبيعي يصدر عنه أقل نسبة من الملوثات بالمقارنة بالوقود البترول السائل، ولذلك يقال عنه الوقود الأحفوري النظيف. كمان من حيث مكافحة غازات الاحتباس الحراري، هو أقل جدا في إنتاج غازات الاحتباس الحراري عن الوقود البترولي السائل. على المدى الطويل نحن ننتظر أن المبادرة يوفر التحول للغاز الطبيعي كوقود بديل يوفر من 90 ل 97% من أول أكسيد الكربون، ويوفر من 35 ل 60% من أكاسيد النيتروجين، ويوفر حوالي 25% من ابتعاثات غازات الدفيئة. دي كلها مزايا ممتازة، خاصة بالنسبة للمواطن مباشرة، زي ما قلت في البداية أنه الوقود الغازي أرخص إلى النصف والمزايا التشغيلية كبيرة. ومحركات السيارات يا دكتور، يعني إلى أي مدى الغاز بيعمل مع مختلف المحركات أيضا بشكل جيد؟ بالتأكيد هو يعمل مع الغاز الطبيعي بشكل نظيف جدا، وفي الوقت نفسه ما فيش أي مشكلات تشغيلية، أسهل كثيرا في التشغيل.
كمان السيارات الحقيقة هتبقى بيسموها تستخدم الوقود المزدوج، يعني قادرة على استخدام الغاز الطبيعي طالما هو متوافر، ولو خلص الغاز الطبيعي من سائق السيارة وعنده بنزين يقدر على طول يشتغل بالبنزين لحد ما يوصل لأقرب محطة غاز طبيعي ويمون تاني، فهي يستطيع انه يستخدم الوقود المزدوج ايضا. خليني بسأل حضرتك، بحضرتك ذكرت المحطات، الى اي مدى الدولة جاهزة لاستقبال اعداد كبيرة من السيارات التي تعمل بالغاز من حيث المحطات وايضا اماكن او اوجه الصيانة؟ احنا حتى الان يوجد 400,000 سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وحوالي 113 اوتوبيس تحولوا ايضا للغاز الطبيعي. المستهدف 400,000 سيارة أخرى خلال 3 سنوات قادمة، 250,000 إحلال سيارات قديمة، و 150,000 من خلال مشروع التحويل. النهاردة بلغ عدد محطات التموين في نهاية سبتمبر 2020 بلغ العدد 215، جاري إنشاء 366 محطة تموين أخرى في أنحاء الجمهورية، بتزاد خلال 3 سنين اللي جاية إلى 1000 محطة. كمان مراكز التحويل للعمل بالغاز الطبيعي حتى نهاية سبتمبر 2020 كان عددها 76 مركز، النهاردة لابد تكون زادت ومستمرة في الزيادة. فالإنفراستراكشر أو البنية التحتية الأساسية المطلوبة لنجاح المبادرة بتتزايد بسرعة جدا. شكرك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمية.